هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح هذا الصندوق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نجي نشوف داخله اللي هو البوتس الدرايجون تيل، داخله اللي هو السينجونيوم الترافولي. هنبدأ قبل كده شرحنا ان هي مزروعة في الموس، هنخرجها ونشوف. طيب هنشوف ما شاء الله تبارك الله جذورها كيف نمت في الموس. هنبدأ طبعا نفصلها واحدة واحدة عشان نبدأ نزرعها معانا. واكتشفت حتى بعد ما خرجت الموس في نباتات يعني بصراحة ما أعرف إيش هي، ولكنها طلعت ما شاء الله في هذا الموس. هذه بصراحة اكتشفت إنها دراجون تيل وبوتا الصيني يسموه، يعني نوعين، ما هي عقلة واحدة، ولكنها زي ما احنا شايفينها عقلتين، لكن أنا بصراحة هزرعها الاثنين مع بعض. طيب ما شاء الله تبارك الله نشوف هذا دراجون تيل وهذا البوتس الصيني، ما شاء الله تبارك الله تم نقله إلى هذا الحوض. لسه هنكمل ونغسله. هذه اللي هي السنجونيوم الترافلي، ما شاء الله تبارك الله، شوف جذورها قد إيش أصبحت. هنحاول نزرعها طبعا في حوض. دائما نحاول الأحواض في حال استخدامها يجب غسلها جيد عشان لا تكون فيها حشرات أو فطريات أو بكتيريا وتنتقل للنباتات. أغلبها أنا يعلم الله، شوفوا عشان بدي أزرع فيها دائما بحاول إنه أغسلها قبل الاستخدام. دائما نحاول نغسلها قبل الاستخدام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فقط مو هنغسلهم، أكون صريح معك، حتى بنرش عليهم مبيد حشري عشان يقعدوا نظيفين وكويسين، وإذا في كان شيء في التربة كله خلاص كده يروح معه. ما شاء الله تبارك الله تم تغسلهم وتنظيفهم، والله يبارك للي حيحصل عليهم طبعا في عروضاتنا اللي حنبدأ نسوي عليها عرض للبيع، الله يبارك له طبعا. هذه تعتبر تقريبا من النوادر يا أخواني اللي هي السنجونيوم الترافولي، ما شاء الله تبارك الله ما في ورقة متضررة لأنها كانت تنمو في ضوء عالي جدا ورطوبة عالية جدا.